اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه الفقره، ختام هذه الحلقه نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. لما نتكلم عن المراه العربيه بشكل عام لابد ان اقول مليون شابو للمراه على مدار التاريخ، مليون شكر وتقدير لكل الانجازات اللي بتقوم بها ليس فقط المراه المصريه ولكن المراه العربيه على مر الزمان. تاريخ من البطولات، تاريخ من الانتصارات سطرتها المراه العربيه في هذا التاريخ الحافل، التاريخ العربي. ولكن مزيد من التمنيات، مزيد من العقبات ما زالت تواجه المراه العربيه. كيف نستطيع من خلال حكومات العرب تذليل كافة العقبات أمام المرأة العربية حتى تستطيع في المرحلة القادمة أن تحقق ذاتها بكل شيء يمكن، يعني ويعم أيضا على المجتمع. عارفين يمكن لو تكلمنا بصورة شخصية شوية عن المرأة المصرية، أبهرت العالم أجمع في كل الاستحقاقات من خريطة الطريق. شفنا قد إيه الحشود من المرأة المصرية في الاستحقاق الأول، سواء في الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية وحاليا في الانتخابات البرلمانية. نجد المرأة أكثر حرصا، أكثر وطنية، أكثر حبا لوطنها. لو تكلمنا عن المرأة العربية لابد أن نقول تحية إجلال والتقدير لكل امرأة عربية. عشان كده نفتح الحوار في هذه الفقرة عن المرأة العربية، مهام متدرجة على مر الزمان، مع ضيفتي المشرفانية الدكتورة ميرفت عاطف غزال الباحثة الاقتصادية الفلسطينية وعضو لجنة إعلام اتحاد المرأة الفلسطينية. أهلا بك يا دكتور، تحية لحضرتك. أهلا بك. رؤية حضرتك للمرأة العربية بالشكل عام في هذا التوقيت إيه؟ المرأة العربية مش بس في هذا التوقيت، المرأة العربية من زمان، من أيام بلقيس اللي حكمت اليمن ومملكة تدمر يعني، وكلمت سيدنا سليمان عليه السلام وكان ليها صيت وكان ليها. المرأة العربية برضو مثلا نقول من أمهاتنا في صدر الإسلام وقبل كده، المرأة العربية برضو وإن كانت فرعونية برضو فهي أساسا يعني هي جذور المجتمع المصري. نعم. كليوباترا ونيفرتيتي وشجرة الدر وأسماء كثيرة يعني في العالم. المرأة العربية مش مستحدثة، أو النجاح أو الإبداع مش مستحدث بالنسبة للمرأة العربية، لا، المرأة العربية من زمان. وغلطان اللي بيقول انه المرأة العربية بس كانت مجرد واحدة من الجواري او من اللي بترعى البيت وكده، لا، كانت برضو في ساحات القتال كانت هي اللي بتمرد، ودي مش مهمة يسيرة يعني انها تكون خلف الصفوف بالنسبة للرجال المقاتلين او لمن يدافعون عن البلد او ينشرون الاسلام في صدر الاسلام او في الممالك القديمة. كانت المرأة سيدة موقف يعني في أشياء كثيرة، كانت تداوي، كانت تضع خطط مع الرجال، كانت في غياب الرجل تدير المملكة أو البيت. فالمرأة العربية على مر العصور تعتبر نصف المجتمع فعلا. وحاليا يا فندم؟ وحاليا المفروض انها نصف المجتمع، وبدليل انه في حاجات كثيرة موجودة في المجتمع لا يمكن انجازها الا بوجود المرأة. الحقيقة يعني اللي بينكر دور المرأة إما إنسان متعصب تعصب أعمى أو إنسان مش فاهم. إيه اللي بتتمنيه للمرأة العربية حاليا بشكل عام؟ بتمنى للمرأة العربية إنها هي نفسها تعيد بناء نفسها، بمعنى أنا امرأة عربية. نعم. ماشي، يعني مش لازم يكون عندي أي نوع من أنواع الحرج، لا لأني امرأة ولا لاني مثلا في القران الكريم ذكر انه في قوامه للرجل، بالعكس انا لازم اعتز بيها. لو انا يعني انسانه بعتز بديني بعتز بالقوامه بتاعت الرجل، ليه؟ لان انا في وقت من الاوقات هستعين بالقوامه ديت. انا دايما محتاجه الطرف الثاني. نعم. واتيفر يعني سواء كان رجل او امراه. طيب لو كان في حياتي في رجل، سواء كان ابويا، اخويا، ابني، زوجي، كل دول ظهير ليا واختي كمان. فاذا انا تعاملت مع الكل على ان احنا مكملين لبعض، مش ند البعض، ومش حاكم ومحكوم، بتمنى يعني يحصل نوع من التفتح في التفكير، سواء بالنسبه للرجل او للمراه، مش بس المراه يعني. لو المراه بصت للرجل على انه القوامه هتحميها، ولو الرجل بص لدور المرأة في المجتمع إنها بتكمل دوره مش إنها بتنافسه، المجتمع هيكون صحيح. جميل جدا كلام حضرتك. دكتور مرفت، حضرتك فلسطينية ولكن في نفس الوقت مصرية. أكيد. بقالك كام سنة عايشة في مصر؟
عايزك تصفي لي برضو حبك واعتزازك بالشعب المصري وحرصك ان انت تتواجدي كل هذه السنوات في مصر. يا انا دخلت مصر اول مره في 12 اكتوبر، اول مره بشكل ثابت يعني في 12 اكتوبر 92 يعني في 23 يا رب 23 سبتمبر 92. قبل كده دخلتها مره، كنت مرور رايح الجزائر، قعدت فيها 20 يوم، كانت في 89، بس الوجود المستمر يعني كان من سنه 92. يعني داخله في السنه، يعني داخله في ال 24 سنه. يعني جيل باكمله يعني الحمد لله. كان في الاول يعني نصف المده تكون هنا وهناك ما بين فلسطين وتحديدا غزه وما بين مصر. الفتره الاطول بتكون في مصر بحكم ان انا كنت بعمل دراسات عليا. اوصف احساسي بالبلد حضرتك تقدر توصف احساسك بالوطن المصري انت في المقام الاول فلسطيني ولكن برضه في ذات الوقت مصري. طب ما انا ممكن اسالك توصف لي احساسك بمصر ايه؟ طبعا نفس احساسك. ما اقدرش اوصفه مهما اتكلمت ومهما قلت. نفس الاحساس. احساسي بالدوله المصريه ممكن يعني اقول وصف كرات الدم اللي هي بتجري في عروقي يعني. نفس الحاجه. نعم. مش هختلف يعني، حضرتك ما بتختلفش عني. ليه؟ انا من جيل الستينيات. لما اتولدت ونشأت على ايه؟ على ما كانش عندنا اذاعه، كان في الاذاعه المصريه، مناهج الدراسه مصريه. ذكرياتي في الطفوله قبل ما تقوم حرب 67 كنت صغيره جدا، بس فاكره جدي لما كان بيجي من مصر ومحطه السكه الحديد اللي قصاد بيتنا ويجيب لنا حاجات من مصر. فستان العيد، اول فستان عيد بوعى عليه كان مصري، فاحساسي بمصر كان سابق دخولي لمصر. مش يعني ما تشكلش احساسي بمصر لما جيت مصر، لا. حلو قوي، احساسك بمصر كان سابق دخولك لمصر، لما دخلتي مصر صدق احساسك ولا زاد ولا ما كانش الاحساس المتوقع يعني؟ هقول لحضرتك بصراحه. نعم. قبل ما اجي مصر كان في حاجات حلوه اتكونت جوايا عن مصر، وكان في حاجات خوفتني من مصر. سبب الحاجات اللي خوفتني من مصر للاسف بعض حاجات في الفن المصري. في الفن المصري تقصد انهي فن يا فندم؟ الفن الاعمال الدراميه تحديدا، يمكن الاعمال الدراميه. الاعمال الدراميه خاصه نوع من انواع الافلام. الكيان الصهيوني كان كل يوم جمعه بيجيب فيلم، كان بينقي أسوأ فيلم مثلا نزل في الفتره ديت في مصر. زي ايه يا فندم الفيلم اللي خوفك مثلا؟ مثلا كان في زمان فيلم مش هنحدد مين ابطاله كده، كان بيحكي عن طبيعه المجتمع من جوه في مصر، انه مثلا انت راكب اتوبيس في نشالين كتير، الست المصريه دايما مثلا مش مخلصه لجوزها، حاجات كتيره. فكانت الصوره انه اي حد يجي مصر انه في نشالين، في كذا في كذا في كذا. اللي خدمني انا ان انا جدي الله يرحمه واخلاني كانوا عايشين في مصر، وكان لي قرايب في مصر، فكانوا بينقلوا الصوره الواقعيه انه ما فيش منه الكلام ده. ده كلام اعلام وده كلام فن وده كلام كذا، تكهنات فنيه بشكل بالظبط كده بالظبط. بس عدونا بيعرف ازاي يستثمر الحاجات ديت، بيختار اسوأ ما في الفن او اسوأ ما في الاعلام وبيعممه زي ما بيعمل دعايه. موجود دلوقتي على الساحه من اعمال فنيه واعمال دراميه للاسف بتسيء للواقع بالزبط المصري بشكل كبير جدا. ده برضو بيخلينا اقول لك انه احنا صورنا المراه العربيه بشكل عام انها اداه. بالظبط. اداه سواء كانت للاستعمار. بالظبط. نعم. فده برضو من الحاجات اللي محتاجين نعيد هيكلتها في المجتمع العربي عشان نحافظ على المراه. المهم. جميل. جيت مصر اول مره كنت رايحه سفارتنا فتهت. اول حد ساعدني راجل مصري. جميل. ماشي، وجيراني كانوا مصريين. والاداره بتاعت المعهد اللي انا كنت فيه كلها مصريه، اتعاملت احتكيت مباشره بالمجتمع المصري. مش هو اللي ما فيش اي نوع من المخاوف اللي انا خفت منها يعني. بالعكس، كل الطبطبات وكل الدعم وكل الحاجات دي جات لي من المجتمع المصري. غير كده، لما انت تعيش في مكان تاكل وتشرب وتنام وتمرض وتتعالج وتتعلم وكل حاجه فيه، ما انت حتى في بلدك في سلبيات وفي ايجابيات. دي حقيقة. لما انا مثلا هركز اعمل زوم عفوا على سلبيات المجتمع المصري، يبقى انا جايه اتصيد او اغتنم اي حاجه غلط عشان اشوه صوره المجتمع. زي ما بيقولوا كده. بتلكك. فلا، طب ما انا ماشي اوكي، طب ما انا شايفه حاجات جميله وحاجات وحشه. بالظبط. لو انا فعلا بحب البلد ديت هشوف الحاجه الجميله واعممها وانشرها، والحاجه اللي مش حلوه احاول زي اي حد عايش فيها ان انا
اصلح وطبطب فيها. ده لو انا بحب مصر، اذا كان رب العباد نفسه حب مصر وقال لنا، قال لي كل البشر، لا قال للمسلمين ولا للمسيحيين ولا للمصريين، لا قال للكل اهبطوا مصر ان شاء الله امنين. ماشي. وان هبطتم مصر فان لكم ما سالتم. يعني حاجات كتيره ربنا حب مصر، فاكيد البشر لازم يحبوها. فيعني حبي انا لمصر مش هيضيف لها حاجه بقدر ما هيضيف لي انا حاجه. بما تصفي حب واعتزاز الشعب المصري لاخيه شقيق الشعب الفلسطيني وايمانه بالقضيه الفلسطينيه بشكل عام. بص، ما فيش ام ما بتحبش عيالها. ولما اتقالت مصر ام الدنيا، ده مش من باب الصدفه، لا، مصر لازم تحب الشعب الفلسطيني. ليه؟ ربنا برضو، انا بحب برضو استشهد في حاجات مثلا من السنه او القران او من التاريخ. ربنا اقسم، حضرتك لما تقول وحياه ابويا وحياه كذا، ده دليل ان انت بتحبه، صح ولا لا؟ فما بالك رب العباد يقول لك ايه في سوره التين؟ والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. ماشي. اقسم بمواقع او باماكن، التين نسبه الى اراضي الشام عموما. نعم. وفلسطين ده كما فسر في بعض التفاسير يعني. والزيتون ارض فلسطين، طور سنين ارض مصر. نعم. وهذا البلد الامين مكه. اذا دي مواقع ربنا بيعزها وبيحبها واقسم بها وجعل ما بينها رابط. اذا كان ربنا اوجد الرابط بيننا، مصر ازاي ما تحبش الشعب الفلسطيني او ما تحب ما تدافعش عن الشعب الفلسطيني؟ ده واحد. غير كده في علاقه جوار، مصر بوابه فلسطين لافريقيا وبالعكس فلسطين بوابه مصر لاسيا. غير كده في غزوات وفي حاجات كتيره من ايام الهكسوس ومن قبلهم مشتركه ما بين مصر وفلسطين. في حبل سري ما بين مصر وما بين فلسطين، محدش يقدر يقطعه. فالحب لازم يكون موجود. وبعدين في علاقه نسب، والعلاقه بتفوق 50%. في كتير عائلات مصريه هنا مثلا من اصل فلسطيني، وفي المقابل في عائلات فلسطينيه من اصل مصر. ده حقيقي. فالحب لازم يكون موجود. ربنا يديني الحب يا رب بيننا جميعا يا رب، بين الوطن العربي. الست الفلسطينيه بقى، ايه اخبارها في ظل ما تواجهها حاليا من تحديات ومعاناه؟ يعني اكيد حضرتك ليك اتصال مع اهلك هناك، مع اصدقائك. ضعينا برضو في المشهد الفلسطيني حاليا والدور اللي بتؤديه واللي بتقوم به المرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية من يوم، يعني من يوم ما الكيان الصهيوني الغريب أعلن عن وجوده داخل فلسطين وهي بتقاوم. قبل الاحتلال الصهيوني فلسطين على مر الزمان كانت الاحتلال أو الوجود غير الفلسطيني متعاقب عليها، وطول عمر المرأة الفلسطينية بتكافح وبتجاهد. زادت المسؤولية أو زاد العبء على المرأة الفلسطينية من سنة مثلا، نقول من أيام وعد بلفور وبعد ذلك، يعني زادت أكثر من 48 والمجازر الصهيونية اللي ارتكبت والاحتلال والإعلان الفعلي لقيام الكيان الغريب على أرض فلسطين. كلما بتزيد حجم المعاناة بيزيد الدور الملقى على عاتق المرأة الفلسطينية، خاصة أن الرجل الفلسطيني في كثير من المواقع والمواطن مغيب، يا إما معتقل يا إما بيستشهد يا إما بيبعد. في الحالة ديت اللود بيكون عالي على المرأة الفلسطينية. لما امرأة فلسطينية مثلا تفقد زوجها وتكون عندها عيال والعيال يكبروا ويكونوا هم بينهم وبين نفسهم ناويين ياخدوا بثأر بلدهم وأبوهم، الأمة بتكون محتارة ما بين إحساسين، إحساس إنها عايزة تدعمهم في إنهم يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن حقهم، وفي نفس الوقت أم وخايفة على عيالها ما تفقدهوش لا قدر الله. بالظبط بالظبط. فالأحاسيس عندها أصعب شيء إنك أنت تحير إنسان ما بين الحق وما بين يعني الحاجة. في حق لازم أنت تأدي، في نفس الوقت أنت محتاج للشخص اللي هيقوم بجلب الحق او بانتزاع الحق بتاعك ده. فالمرأة الفلسطينية من يومها يعني من ناشئتنا واحنا صغيرين ما كانتش الحياة طبيعية، كانت كل الظروف استثنائية. يعني مثلا لا زلت اذكر واحنا صغيرين لما دخل الجنود الاحتلال الصهيوني دخلوا بيتنا
وماما الوحدة قالوا لها عندك سلاح؟ قالت لهم اه. قالوا لها فين؟ قالت لهم ثواني. دخلت المطبخ جابت لهم بصل وبطاطس وحاجات ديت، قالت لهم ده سلاحي عشان اربي عيالي ويكبروا ويكونوا على مستوى انهم يقدروا يقاوموكم. ده نوع برضو انها تكون ثابته وتفضل. ولما جم في مره يضربوا بابايا مثلا وقفت لهم لدرجه انه ضربها. فالست الفلسطينيه المفروض انها ما تخافش. انك انت تفرض على انسان انه هو ما يخافش ده شيء صعب، لانه الانسان بطبيعته مجموعه مشاعر واحاسيس. بس ازاي اقول لك ما تخافش وهو الخطر حواليك او في فيضان جاي لك لا سمح الله؟ زي اقول لك ما تخافش ما تخافش وانت كده؟ لا، ده بيكون زي ما يكون الشيء وضده. في الشيء المخيف وانا بقول لك ما تخافش. فدي الحياه اللي عاشتها المراه الفلسطينيه، وبرغم كده اثبتت دورها مش بس في المجال، في مجال الجهاد والدفاع عن الارض، لا، في وسط ما هي بتدافع عن ارضها برضو كانت بتبدع في المجال العلمي. ويعني في مثلا مجال القضاء، بيقال انه اول قاضيه في الوطن العربي كانت الاستاذه سعاده الدجاني وهي ست فلسطينيه. فده انها تنجز، ومن سنوات يعني من اكثر من 3 عقود لما ست فلسطينيه تكون اول قاضيه في المنطقه العربيه وكده، ده انجاز انها ازاي ست محتله وفي نفس الوقت قدرت تبدا. ما شاء الله. وكثير من السيدات والمناضلات الفلسطينيات نعم. ابدعوا في مجال الجهاد وفي نفس الوقت في مجال الحياه العلميه والحياه العمليه وحتى في المنزل. يعني نعم. بتكون بتلعب على 3 جبهات، تناضل وتتعلم وتبدع وتنجز في العلم وبتربي جيل. فده في حد ذاته انجاز. دائما المرأة الفلسطينية تحديدا يعني على مر العصور صامدة شامخة قوية قادرة على البناء والتصدى على أي مواجهات. يعني كل التحية والتقدير للمرأة الفلسطينية. ولكن برضو عايز نتكلم في موضوع مهم جدا، كيفية مواجهة قضايا العنف ضد المرأة وللأسف يعني بتسلبها الكثير من حقوقها. من وجهة نظر حضرتك كمرأة عربية في المقام الأول، إزاي يعني نواجه كل هذه التحديات اللي بتواجه يعني قضايا المرأة وتحديدا في قضايا العنف يا فندم؟ ما هو في الأول نعمل توصيف محدد للعنف. نعم. هل العنف مثلا داخل المنزل ما يتم من الأخ أو الأب أو الابن ضد الأم أو أيا كانت المرأة اللي موجودة في البيت؟ تمام. ولا العنف اللي يمارس في الشارع من تحرش ومن من أشياء مختلفة يعني، أو العنف مثلا من المجتمعي، من العنف المجتمعي اللي هو القوة الحاكمة في البلد؟ إنها لا أظن بالنسبة لمستوى القوة الحاكمة إنها في تطبيق القانون المفروض يتفرق ما بين رجل وست. لا بالعكس، يعني إذا طبق القانون بشكل سليم وعلى كافة شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس لن تظلم المرأة. ده الشق ده اللي هو العنف المجتمعي، محتاج اللي هو إعادة النظر في القوانين الوضعية اللي حطيناها، لأنه لو استندنا للقانون الشرعي اللي حطه رب البشر ما فيهوش أي ظلم للمرأة. نعم. العيب في القانون الوضعي. لو احنا عملنا رقابة على القانون الوضعي اللي بيحكم العلاقة ما بين فرد وآخر سواء كان ذكر أو أنثى لن تظلم المرأة. نعم. نيجي اللي هو العنف داخل البيت. داخل البيت لو من البداية من أساس التنشئة علمنا الولد والبنت إنهم 2 إخوة مكملين لبعض، وإنه ده عليه دور وده عليه وهي عليها دور، والاحترام لازم يكون متبادل، وغير كده انه انت مش ولي امرها عشان تعمل كذا وكذا، ليك الولايه عليها في بعض الامور لما يكون الولي الاصلي مغيب لاي سبب من الاسباب. لكن حتى لو كانت ليك عليها الولايه انت زيك زيها، نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس الخوف عليكم. وانا كمان قلتها قبل كده ضد ان انا اخاف على البنت اكتر من الولد، لا. الفساد لما هيصيب، سواء لو اصاب الولد ما الولد هينشئ جيل فاسد، لو اصاب البنت نفس الحاجه هتضر نفسها وتضر الجيل. اما بالنسبه للشارع بقى او العنف، الشق الثاني من العنف المجتمعي. هستأذن حضرتك قبل ما نتكلم عن الشق الثاني في العنف اللي ممكن تواجهه المرأة، سواء المرأة المصرية أو المرأة العربية بشكل عام في الشارع، نطلع بس فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك ونستكمل هذا الحوار الشيق معاك يا فندم. فاصل سريع مشاهدينا، نرجع لكم بعد الفاصل، انتظروا.
قبل الفاصل كنا بنتكلم مع حضراتكم مع ضيفتي اللي مشرفاني الدكتوره ميرفت عاطف غزال عضو لجنه الاعلام اتحاد المراه الفلسطينيه. اهلا بيك يا دكتور مره ثانيه. كنا بنتكلم قبل الفاصل دكتور عن اوجه المعاناه بشكل عام اللي بتواجهها المراه العربيه، وتوقفنا عند المعاناه خاصه في المجتمع. يعني عايز حضرتك تلقي لي الضوء على هذه المعاناه من وجهه نظر حضرتك، كيف نتغلب على كافه انواع المعاناه اللي بتواجهها المراه؟ احنا قلنا ازاي نواجه اللي هو العنف المجتمعي على مستوى الحكومات او على مستوى مؤسسات حكوميه وعلى مستوى البيت. بالنسبه للشارع او المجتمع بشكل عام، يعني لو احنا ظبطنا الموضوع داخل البيت، ما هو المجتمع عباره عن ايه او الشارع عن ايه؟ انعكاس للبيوت او المنازل. لو على المستوى الاول اللي هو مستوى المنازل او التنشئه البيتيه حصلت الاصلاحات اللي انا بقولها لحضرتك، الشارع بالتاكيد هيصلح. نعم. كمان مثلا ما اجيش مثلا اكون ماشيه بشكل مخل بينافي عادات وتقاليد المجتمع ويحصل تحرش او يحصل نوع من انواع العنف والقي اللوم بس على الشاب او الرجل. ما هو برضه هو بيعاني، هو مثلا خاصه في المناطق العربيه او في كتير من البلاد العربيه بيعاني من البطالة، بيعاني من ضيق العيش، بيعاني من حاجات كتيرة، بيعاني من الانفتاح الغير مراقب على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الساتلايت والحاجات اللي زي كده. فهو بيشوف حاجات وفي نفس الوقت مش قادر يفتح بيت، وفي نفس الوقت بتخرج البنت بشكل مثير أو مستفز. ده كله بيعمل نوع من أنواع الدفع الشباب انهم يعملوا حاجات. مش انا ببرر لهم، لا، انا بوصف لحضرتك الحاله اللي بتحصل. فلما انا اجي اظبط العلاقه بين ابني وبنتي، برضو لازم اظبط العلاقه بين بنتي والشارع، بين بنتي وعادات وتقاليد المجتمع. مثلا ما يجيش عم البنت او ابوها او خالها يقول لها مثلا الشكل ده مش مظبوط، امها او حد تاني يقول لا مش من حقك تتدخل. ما هو في الاخر لما البنت دي يحصل لها اي موقف، اي تعدي، اي حاجه، مين اللي هينصرها ويعمل لها؟ ما هم اهلها برضه، سواء كان باباها، اخوها، عمها، خالها. في نفس الوقت انا مثلا داخل البيت ما ظبطتش المعايير، ما ممكن الحاجه. ما حتى في شباب كمان شكلهم مستفز، يعني بنشوف تقليد اعمى للغرب للاسف، بشكل مش يعني اذا عارف حضرتك انتشرت في فتره من الفترات ولا تزال بقاياها موجوده، البنطلونات الساقطه. ماشي. اذا كان بره، انا في مره قرات انه في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي بلد المنشا للبنطلونات ديت، دي حاجه وحشه هناك. حاجه وحشه. مش بس كده، في كتير من فئات الشباب لما بيلبسوا البنطلونات ديت يجرموا، ماشي، في القانون او يدفعوا غرامات. ليه؟ لانه اكتشفوا انه ديت بتسبب انواع من الامراض ومش عارف ايه. ما اعرفش مدى صحه المعلومه. نعم. لكن كون انه البلاد ديت انها تعمل رقابه وتعمل كنترول، يعني هم بيصدروا لنا حاجات بتخرب مجتمعاتنا واحنا بناخدها بكل شغف وهم ما بيطبقوهاش. انا ليا قرايب مثلا موجودين في الولايات المتحده الامريكيه، عارف حضرتك لما تيجي مشاهد مخله في التلفزيون بيجيبوا الشاشه اللي هي زي الكمبيوتر متقطعه ديت على المشهد نفسه. احنا عندنا بدون رقابه بناخد المشاهد كلها وبنوضح المشهد بالظبط، احنا بنحب يعني نكون صراحه كتير. هنا هناك لا، بيخافوا على معايير معينه للاسره. طب ازاي هم بياخدوا جوهر عاداتنا وتقاليدنا واديانا وبيطبقوها عندهم واحنا بناخد القشور؟ ما ده اللي بيطمس الهويه بتاعتنا، ان احنا بناخد القشور وبنطبقها عندنا بدعوى ان احنا متحضرين او منفتحين. لا، عمره ما كان الانفتاح او التحضر في المظهر، في المظهر، او بالزبط. ان انا اخد حاجه واقلدها تقليد اعمى. حضرتك التمست نقطه مهمه جدا، موضوع التقليد الاعمى والانفتاح او التقدم. الناس بتضحى مثلا يعني في تسريحه شعر معينه ولا في تسقيط بنطلون ولا في جيبه ضيقه ولا الكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه بشكل كبير جدا في التقليد الاعمى. للاسف زي ما حضرتك قلتي ان احنا بناخد الشكل الظاهري وليس الباطن. ليه؟ طب ما بنغيرش مثلا من دوله متقدمه في مدى التكنولوجيا اللي وصلت ليها. ليه ما بنغيرش في ده؟ بالعكس، حتى التكنولوجيا لما بتجي لنا احنا هنا بنستغلها استغلال سيء، صح ولا لا؟ لا صح. يعني حضرتك لو رحت اليابان، اليابان ما عندهمش غير راس المال البشري، ما عندهمش زي الوطن العربي الثروات. نعم.
يعني مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لربنا قال له ايه اجعلني على خزائن الارض، كان فين؟ في مصر. في مصر، يعني مصر فيها خزائن الارض، دول الخليج فيها اموال كثيره، الوطن العربي كله في قوه بشريه هائله. نعم. وفي موارد يا فندم كبيره جدا، في موارد بكل تشكيله الموارد اللي بتهيئ انك انت تعمل ثروه وتعمل تكون امه. مش متقدم. كنتم خير أمة، لا ممكن تصبحوا برضو خير أمة أخرجت للناس، بس ده لو إيه؟ لو إحنا مزجنا العناصر المختلفة، خلينا نتكلم بلهجة اقتصادية بقى. لو إحنا جبنا العناصر المختلفة للصناعة والزراعة والخدمات اللي هي قوة رأس المال البشري وقوة رأس المال المادي اللي موجود في الوطن العربي، إحنا مش هنكون خير أمة، لا أكتر أكتر، إحنا بإيدينا نكون أمة متميزة أكتر من اللازم. بس احنا في حالة موات، في حالة موات فعلا، مفيش إرادة، في حب دايما، عندنا عقدة الخواجة. ليه ما تعرفش انه احنا شايفين كل اللي جاي لنا من بره هو الحلو؟ يعني مثلا فانوس رمضان، هل يعقل انه الصين بتعمله؟ ايه علاقة السجادة اللي احنا بنصلي عليها والسجادة والسبحة وكل كله دي كلها صيني؟ ليه 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 يعني هو الوطن العربي ما فيهوش قوة؟ معلش يعني معلش، العاطلين عن العمل مرشوقين في كل مكان، لو رحت على القهاوي بتلاقي عاطلين عن العمل، لو رحت في الأرياف، مش بس في مصر، لا في الوطن العربي. نسبة البطالة في غزة دلوقتي، بتكلم على انه يعني انا مثلا على دراية هناك، فاقت ال 50 و60%. ياه البطاله دلوقتي البطاله في ناس بتشتغل، بس في حاجه اسمها بطاله مقنعه. يعني مثلا الكادر الوظيفي اللي موجود تابع للسلطه الفلسطينيه اكتر من الاحتياجات. فدي بطاله مقنعه، ان انت حاطط موظفين وبتدي لهم رواتب مع ان دول ممكن يكونوا قاعدين وما بيعملوش حاجه. فده كله عبء على الحكومات. ده مش عندنا بس في مصر، في كل الوطن العربي او في معظم الوطن العربي. مع انه في الوطن العربي في مساحات كتيره من الصحارى ومن الاراضي الزراعيه ومنه في مجالات عمل مختلفه احنا ممكن نخلقها يعني ونجدها في اي وقت، ممكن نضخ فيها كميات كبيره جدا من الناس اللي هي قاعده دلوقتي ما بتشتغلش. بالظبط. يعني انا في مره، يعني اسمح لي معلش، اتفضلي. ممكن تقول فلسطينيه ومالها ومال الموضوع ده، بس اثناء الثوره اتفقنا بقى فلسطينيه مصريه. طبعا يا فندم، انا شرف ليا ان انا اكون مصريه. حضرتك عشتي وقت كبير جدا هنا. اكيد طبعا. ومن حقي افكر في حل مثلا للبلد. طبعا. يعني مثلا مصر، خلينا مش نوع من انواع العنصريه او حاجه لديانه، عدد الناس اللي بيروحوا يصلوا الجمعه من ال 93 ولا من ال 95 مليون، هنقول على كحد ادنى 20 مليون. تمام. لو ال 20 مليون دول كل واحد جاب جنيه على اربع جمعه، هتجيب كام؟ هتجيب 80 مليون. صح. 80 مليون لو احنا جينا لاخر منطقه مثلا في اكتوبر او في مدينه نصر، وجبنا من الحكومه اراضي فاضيه، وعملنا مثلا مشروع اسكان، المشروع ده مثلا نقول 100 وحده او كذا، الحكومه هتساهم ماشي، واحنا معانا 80 مليون في الشهر، 80 مليون في الشهر، عملنا وحدات سكنيه، وعملنا في مثلا كل عماره تكون 10 ادوار فيها اربع شقق، وتحت يكون مجموعه من المحلات خدمات، يعني المرافق بتاعتها من المحلات كلها. اجيب مثلا الفئه العمريه ما بين 25 ل 35 سنه من الشباب اللي مش لاقيين شغل، ادي لكل واحد شقه، واخلي كل اثنين ولا ثلاثه مشتركين في محل تحت. عليهم ايه؟ ان هم يشغلوا المشروع بتاعهم ايا كان المشروع، ويسكنوا في الشقق بتاعتهم، يتجوزوا ويفتحوا بيوت وكل حاجه. منه انا بكون بحد من معدل البطاله، وبحد من معدل الجريمه. لانه دول انشغلوا في حاجه، في خلاص مش عاطلين عن العمل، بيفكروا في وساوس وحاجات كتيره. وعندهم فلوس يدفعوا ويصرفوا على بيوت، مش هيضطروا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يعملوا اي حاجه عشان يبوظوا في المجتمع. وغير كده ان انا بدر دخل جديد في المجتمع في مشاريع منتجه. تمام. وعليهم انه مثلا كل واحد فيهم في الشهر يدفع 50 او 100 جنيه للصندوق اللي هو خد منه الفلوس، او اللي بنى له العماير ديت. لو احنا عملنا فكره زي كده وعملنا زحف فيها، فكره جميله يا دكتور، وفي افكار كمان كتيره موجوده، بس انت بتضمني منين ال 80 مليون اللي تجمعوهم؟ هيتعملوا 80 مليون، وهتضمني منين المباني دي هتتسلم للناس اللي هي فعلا يعني اللي بيستحقوا الحاجات دي كلها؟ ما ده بيقودنا ايه؟ بيقودنا انه ايه؟ ازاي مصر هتتصلح او الدول العربيه هتتصلح؟ لما احنا نخلص النيه ليها. صح كده. لما احنا نحبها صح. نعم. حضرتك جبت المفيد.
إخلاص النية للخالق عز وجل ثم في العمل بشكل عام وانخراطنا في المجتمع، أعتقد ده هينعكس علينا إحنا كبني أدمين بكل شيء يصب في صالحنا. للأسف دلوقتي ناس كتير جدا مغيبة، ناس كتير جدا عمال المصلحة الشخصية، ولكن أتمنى يا رب من خلال الدور اللي بتقوم به الحكومات العربية، من خلال بتقوم يعني الزعماء اللي هم المخلصين المحبين لوطنهم، وكمان الدور اللي بتقوم به المرأة المصرية في زرع الوطنية والحب والإخلاص للخالق عز وجل ثم في كل شيء يصب في المصلحة العامة، إن شاء الله قادرين إن احنا نصلح من أنفسنا في المرحلة الجاية. أنا سعدت بلقائي مع حضرتك وشرفت جدا وبشكرك جدا ضيفتي العزيزة الدكتورة ميرفت عاطف غزال، عضو لجنة إعلام اتحاد المرأة الفلسطينية وايضا الباحث الاقتصادي الفلسطيني. شكرا ليك يا دكتور وشرفتيني يا فندم. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، للاسف وقت حلقتنا النهارده جري مع حضراتكم بسرعه، ان شاء الله غدا اللقاء يتجدد من برنامجكم اللون الاخضر. عادت هذه الحلقه النهارده 12 بالليل، تحياتي فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.